سيادتك أفتيت بهذه الفتوى، وهذه الفتوى على مذهب المالكية أو الحنفية أو الشافعية، لكن لم ترد في الفتوى بقية الفهوم حتى أطمئن أنا كمتلقي من سيادتك وأعمل عقلي واستفتي قلبي، لأن أنت في النهاية حكمتني بالفتوى الصادرة. لأنه يجب التفريق ما بين أمرين. الأمر الأول في إطار الدراسات الفقهية. الدراسات الفقهية سيادتك دراسات معمقة وشديدة العرض لكل الرؤى. كويس. ومن ثم فتكوين العقل العلمي يحتاج إلى وجهات النظر المتعددة. كويس. هنا وهنا وهنا. زي بالضبط الطبيب. شوف سيادتك مدارس طبية في كيفية علاج كذا. فبنجد النظرية الفلانية والنظرية الفلانية والنظرية الفلانية. وكذلك حتى في دراسات الجريمة مثلا، ونحن ندرس في علم الإجرام والعقاب، فبيبين إيه سبب الظاهرة الإجرامية. مظبوط. فبنجد مدارس متعددة، واحد يقول لك ده وراثة، واحد يقول لا ده تقصد انها محتاجة عقلية علمية عشان تبحر فيها. ده لابد من عرض وجهات النظر المتعددة. كويس. فواحد هيقول لي ده سبب الجريمة على فكرة وراثي، واحد تاني يقول لا ده انت غلطان، ما كل ده سببها مكتسب. كل ده مقبول ومهضوم في التنظير وفي الدراسات. هو ده التنظير فعلا. لكن انا بتكلم في اطار انا كمواطن عايز اخذ من فضلتك فتوى. ما انا عايز اجل سيادتك في هذه المسألة يعني. الان انا ذهبت للطبيب. الطبيب ده تكون تكوينا علميا. مزبوط. يعني درس في كلية الطب. مزبوط. وتخصص وخد اصبح يعني من أهل الزكرة. ممارس عام كمان اصبح من اهل الزكرة. اصبح يعني استاذ في تخصص الامراض العصبية والنفسية، او تخصص في امراض القلب. أوكي. او كذا او كذا. فانا ذهبت اليه. فانت بتسالني رايح للطبيب ليه؟ بنقول لك الله عندي مشكله. الذي ياتي الى دار الافتاء المصريه عنده مشكله. وهو انا في طبيب؟ في طبيب. نعم بس مش ما أنا فاهم مش أنا طبيب فاهم. يعني ما انا مقصودش، انا اقصد بالمعنى المجازي. لكن في معنى المجازي موجود، لانه نفس الحاله بيحتاج الى ان يوصف هذه القضيه المعروضه عليه من المستفتي. التوصيف ده قد نحتاج فيه الى اشعاعات والى تحاليل والى اللجوء الى مختصين تانيين. وقد بمهاره احيانا بمهاره الفقيه وبمهاره الطبيب، ان هو بمجرد ما يشوف الحاله بتتوصف له طبيعي. طيب بعد ما انتهيت من مرحله التوصيف بنشوف بقى بعدها، بنقول ده فيه مرض معين. مش بنحدد شخصت المرض. فبنشخصه معناها بنكيفه عندنا. عظيم. نكيفه يعني بنلحقه بفرع، فبنقول ديت ده سلوك كذا او ده بيع او ده جيد. عباده جيد. او ده كذا. بعد ما بننتهي الى التكييف بننزل بقى الحكم على هذه الواقعه بما يناسب هذه الواقعه من فهوم العلماء. زي بالضبط الطبيب بيقول لك انا انتهيت لان فيه قصور في الحته الفلانيه. كويس. اتعالجوا بايه؟ والله عندي انواع متعدده من النظريات الطبيه في العلاجيه. عندي دواء الشركه الفلانيه ودواء الشركه الفلانيه ودواء الشركه الفلانيه. طيب انجع دواء من الذي يحدده؟ الطبيب نفسه. كويس. يعني احسن دواء انا بنطمئن اليه. مش فبنقول له طب حدد لي الدواء ايه؟ يقول لي طب خد كذا وخد كذا وخد كذا. فبنلتزم هذه الروشتة وبناء ذلك يتم الشفاء وعلاج الحاله. فاذا الفتاوى الموجوده في دار الافتاء المصريه فتاوى على وقائع باعيانها. فيها مشكلات بحدودها، وبناء على ذلك ما ينفعش ناخد حالة الحالة أنا بنفسي، إنما نستطيع الحالات المتشابهة بنقول للفلان ده أنت ينفع لك كذا وأنت ما ينفع لكش كذا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومفروض أنا من أنا كسائل أخد بده أو ما أخدش؟ هي في الحقيقة الفتوى ليست ملزمة. أيوة. لكن هي مرشدة. لكن أنا أنت تدلني على الخير وبتقول لي هذا الخير في علاجك انت في الحته ديت، فنمشي مع هذا العلاج. عظيم جدا الحقيقه. يعني ده توصيف مهم جدا جدا، يعني حتى لا يشت بالبعض الظنون ان الدار مالكيه فتفتي بالمذهب المالكي. بالعكس، هي منفتحه على كافه المذاهب، وبالتالي ما